بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنبدأ مع بعض يا جماعة، نعمل شوية رتوش وحاجات من الحاجات اللي الناس شافتها وكان ملاحظات ليهم، علشان خاطر نهيئ نفسنا ان شاء الله ان احنا ندخل على الفرونت اند، علشان نبدأ بقى نعمل الموقع نفسه من بره، الانترفيس اللي الناس نفسها تشوفه، والناس ازاي تسجل وازاي تحط الايتم بتاعتها في القسم اللي هتبيع فيه وهكذا. اول حاجة هنبدأ نعملها هي التوتال كومنتس. لاحظوا ان التوتال كومنتس عندي صفر مش دايناميك. هنعمل نفس اللي عملناه في الايتمز بالظبط، هو عندنا الفانكشن اللي احنا كريتناها فانكشن دايناميك بتحسب عدد الايتمز اوتوماتيك. طبعا اي ايتمز عندك في الداتابيس، اي ريكوردز عندك، كومنتس هي الصفحه اللي هتودي عليها العدد اللي انا هيكون مكتوب عندي هنا، هدوس عليها يوديني على صفحه الكومنتس دوت بي اتش بي. كاونت ايتم بيحسب لي الكاونت بناء على السي اي دي اللي هو الكومنت اي دي من تيبل الكومنتس. كده الفانكشن هتجيب لك عدد الكومنتس اللي عندك 3، مظبوط 3 اهو. وطبعا هدوس عليها تروح على صفحه المانج، وطبعا هتلاقوا ان التصميم فيه حاجات غريبه بسبب ان الكومنت ده كبير وان الخليه دي خدت اكبر من حجمها في التيبل. كل ده هنعالجه ان شاء الله لما ندخل في مرحله التصميم ونهيئ التصميم بتاعنا ان هو يكون ريسبونسيف ويشتغل على الجوال كويس او على الموبايل، وساعتها هتلاقوا الفيكسز دي كلها هتكون في نفس الوقت في كل الجداول، علشان ما نمشيش في كل صفحه ونعطل طبعا وقت الفيديو. طيب الحاجه اللي بعد دي على طول، وهي انا قلت ان هي تكون تمرين ليكو، حكايه ان انت لو ما عندكش مثلا ايتمز زي كده، ان انا عندي الليتست ايتمز هنا، ننزل تحت شويه، عندي هنا الليتست ايتم بيعرضها على طول بالفور ريتش على طول دايركت. طيب انا عايز اخليه يشيك، يعني انا هنا عندي الليتست ايتم اهي، بتجيب لي الليتست ايتم من تيبل الايتم، اسمها هي اري اسمها ليتست ايتم اهي. وعايز بقى المفروض اشيك، هقول له لو نوت امبتي، لو الليتست ايتم دي نوت امبتي مش فاضيه، ساعتها اعمل لي الفور اتش دي كلها كامله وطلع لي، اعمل لي لوب جواه. طب لو فاضيه، لو فاضيه هطلع له رساله إلس ايكو، هقول له ايكو، خلي الرساله دي ثابته خلاص، there is no record to show، مفيش اي ريكورد هنا عشان انت تشوفها. طيب علشان اتاكد من الموضوع ده مثلا هعمله فين؟ عشان اتاكد من الموضوع ده المفروض اعمل استعلام عادي، ويكون مثلا اغير مثلا رقم الاي اللي هو الممبرز او الايتم عشان يفضي لي الداتابيس، او يجيب لي ان محتوى التيبل فاضي عشان اتاكد من الرساله دي. والحل الثاني اني احذف، يعني اني احذف الايتمز اللي موجوده جوه. طيب انا حطيت هنا في الليتست ايتم اهي، قلت له لو الليتست ايتم الاري دي مش فاضيه، اعمل لي لوب جواها وطلع لي اليوزرز مثلا. طبعا انا هنا جبت ليتست ايتم وهي الليتست يوزر عادي، نفسها مفيش مشكله خالص، هتعملها هي بالظبط في الايتمز، مفيش اي اختلاف يعني خالص غير الاسم اهو. وبعدين هروح انا مثلا افضي اليوزر، تعالوا مع بعض كده ندخل على الممبرز، عندي انا 2 مثلا، ديليت اوكي، حذفت اول يوزر، وهنا برضو ديليت، طبعا رجعني على الهوم. دي حاجه من الحاجات اللي المفروض برضو اصلحها وانا ماشي في السكه. لما انا عملت ديليت من صفحه الممبرز رجعني على الهوم. طب نروح بقى لصفحه الممبرز واشوف الديليت فين. ادي اديت تحت خالص، عندي الابديت، بعدين عندي الديليت. كويس، الديليت بيعمل ريدايركت هوم، بيرجعني على الهوم. لا انا هقول له باك، رجعني على الصفحه اللي انا كنت فيها، واجي ريلود اهو واعمل ديليت اوكي، هيرجعني على صفحه الممبرز نفسها. صفحة الممبرز نفس القصة، شايفين؟ هنعمل هنا نفس الموضوع. المفروض يا جماعة ان كل ده يكون تمرين ليكو، وانا في المانج اشيك، ادي صفحة الممبرز اهو عند المانج، قال لي روز ستيتمنت فيتش اول، هيعمل فيتش جلب لكل البيانات ويروح طبعها لي هنا. المفروض اروح انا جاي كده اقول له if not empty روز، لو الروز دي مش فاضيه هيروح طابع لي كل الكلام اللي انت شايفه ده، اللي هو الكونتينر ده كامل بالزرار بالكلام ده كله. طيب else اهو
ده العادي خالص الممبرز، المفروض هنا ما يجيبليش حاجه، شايفين؟ عشان الروز اللي هي الخاصه الاري اللي جايه من الداتابيس اللي فيها كل الممبرز اللي عندك فاضيه، فراح ما طبعلكش حاجه. طب انا عايز اديله else رساله، المفروض else يكون جوه مثلا كونتينر ويكتب لي ان مفيش there is no record to show مثلا. المفروض بقى يا جماعه تعملوا انتوا دي اهي else، الالس هتكون جوه كونتينر ديف كلاس بيساوي كونتينر ايكو، ادي كونتينر، وجوه الكونتينر هتقول له مثلا alert ادي سلاش ديف عشان نمشي بطريقه ال HTML بالظبط، ديف كلاس بيساوي alert و alert danger او info او زي ما تحب، الناس مش بتحب الدينجر ممكن يكون يحب الالرت سلاش ديف، وجواه هكتب there is no record to show. دي ممكن تكون رسالة ثابتة تطلع لما يكون الصفحة بتاعتك ما فيهاش اي ريكورد عشان يبينها لك، او نحط رسالة، ممكن انا عايز اعمل كاستم مسج كده بمزاجي يكون شكلها حلو، هسميها انا هنا نايس مسج مثلا، واروح النايس مسج دي في ملف الباك اند بتاعي طبعا في المين رولز، هي مين رولز ان هي حاجة من حاجات المين، او نشوف لو انا عامل فريم ورك اعتبرها من ضمن الفريم ورك بتاعي مثلا نايس مسج هتكون بادنج 10 بيكسل باك جراوند كولر 3 اف مثلا عشان هنا اللون مش ابيض، وممكن اقول له مارجن 10 بيكسل 0 عشان اضمن ان هي تاخد هامش من فوق ومن تحت، واقول له مثلا بوردر رايت 5 بيكسل سوليد شباك مثلا اف او 080 اللون الاخضر، تكون عامله كده على الشمال بوردر ليفت مش على اليمين بالشكل ده. يعني ممكن تعمل رساله ايرور نايس كده بطريقتك عادي جدا، المهم ان في النهايه اني لما يكونش عندي ريكورد زي ما انتم شايفين في الممبرز او في اي مكان يطلع لي رساله يقول لي نو ريكورد تو شو. طبعا في الهوم مش هيطلع لي الرساله دي، عارفين ليه؟ لانه جاب لي اسامه من ضمن اليوزرز اللي عندي، لانه اسامه ادمن، بس انا هنا في الداشبورد، هنرجع للداشبورد، الداشبورد الفانكشن اللي انا عاملها بتجيب لي سيلكت نجما فروم يوزر وير يوزر اي دي بيساوي اليوزر اي دي اللي هنا والليمت زي ما انتم شايفين. مفيش طبعا مفيش حاجه تعرفه ان انت ما تجيبليش معاهم الادمن اللي هي وير مثلا وير جروب اي دي بيساوي كذا. المفروض ان احنا نطور الفانكشن اسمها جيت ليتست ونزود عليها موضوع الوير ده، ممكن يكون تمرين ليكو برضو، لكن انا مش هخليه، انا مش هخلي دي اهم حاجه نعملها دلوقتي لان في حاجات تانية اهم منها. يعني انت عايز تتدرب طور الفانكشن دي بحيث ان هي تقبل وير، كل حاجه انت محتاج تعرفها اتشرحت في الدروس اللي فاتت، تحط الوير ك variable وتخليه null وتشيك عليه جوه، لو مش null زود اللي هي الاستعلام بتاع الوير وير جروب اي دي لا يساوي وفاليو، يعني انت عايز حاجتين اتنين باراميتر تحطهم في الفانكشن، سهله جدا وبسيطه جدا ومفيهاش اي مشكله. طيب كده احنا عرفنا موضوع اللي هو نفس الموجود هنا، لو الليتست يوزر مش فاضيه مثلا اعمل لي نفس اللي انتم شايفينه ده اللي كنا بنشوفه من شويه لما كان في ممبر، نفس الموضوع هتعمله في الايتم هنا اهو، هنجيب الليتست ايتمز وهقول له لو الليتست ايتم مش فاضيه اهي if not empty latest item اعمل لي لوب جواها وطلع لي كل النتائج ادي فور each جوا، else غير كده لو هي فاضيه هتعمل لي نفس اللي انا عملته هنا بالظبط there is no record to show. عايز تعرضها جوا الالرت اللي انا عملته في الصفحه اللي فاتت دي في صفحه الممبر هنا، برضه شكله ظريف مش مشكله يعني جميل، ممكن يعني يطلع جوه هنا بشكل ظريف. طيب نروح نعمل ريلود، قال لي there is no record to show في الليتست ايتم عشان مفيش ايتم عشان يظهرها لك. طيب نفس الموضوع ده هنعمله في الكومنت هنا، الكومنت عامله انا في اري زي ما انتم شايفين اسمها كومنتس،
وهاجي اقول له برضو نفس القصة اهو. if not empty، لو الاري الخاصة بالكومنت مش فاضية فيها يعني داتا، خلاص اعمل لي لوب طلع لي الداتا دي، ادي الاف اهي. طيب لو هي فاضية يحصل ايه؟ هنتبع الرسالة اللي هي دي اللي اسمها there is no record to show. عايز بقى تظبط الرسالة وتقول له there is no comment comments to show، جميل مفيش مشكلة. هنا نفس القصة there is no items to show، برضو جميل مفيش اي مشكلة خالص. وهنا there is no users او members to show، نفس الموضوع في صفحة الممبرز ممكن تيجي تقول له هنا there is no members to manage او to show، نفس الموضوع كله حاجة جميلة. there is no items to show، there is no comments to show، وهنا في اليوزر أسامة عشان هو من الأدمن، وصفحة الممبرز نفسها there is no members to show اهي. وتعالوا نحط item جديدة، برضو الايتم شايفين نفس الموضوع في الايتم، نفس اللي عملته هنا اللي في الالس ده هروح اعمله في الايتم. تعال نروح على الايتمز، ادي ايتمز وادي المانج، وهقول له if not empty items، افتح السكوير براكت، افتح البراكت بتاعي، هيطبع لي كل الكلام ده كله الكونتينر ده كله كامل. طيب بعدين لو هو لو مش فاضي هيطبع لي الكلام ده كله، طب لو فاضي هيقول لي there is no items to show، ادي there is no items to show. وطبعا طبعا طبعا لازم تاخدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، لو مفيش items to show هضيف منين انا؟ لازم انت تحط له الزرار بتاع الاضافة، عشان هو مفيش item فما تسيبوش كده، لازم تحط له الزرار. هروح حاطط له نفس الزرار ده هنا تحت اهو، هدي له ايكو، وادي نهاية الايكو هنا. ايكو بسنجل كود، ادي الكود اهو. there is no item to show new item عشان اضيف، نفس القصة في الممبرز there is no member to show، هضيف منين الممبرز؟ لازم اضيفهم، فنفس الزرار ده الموجود هنا اهو، هاخد الزرار عشان انا قلت له مفيش ممبر، احط له زرار عشان يضيف ممبر. ادي الايكو سنجل كود، ونقفل الايكو، وادي there is no member to show new member، هضيف ممبر جديد احمد مثلا، الباسورد 123 مرتين، الايميل احمد at احمد.com، وهنا الفول نيم احمد سامح مثلا، واقول له add member ضفت member، ادوس على الممبرز جاب لي الممبر، لغى الرساله الثانيه، هروح على الهوم، طبعا الهوم اصلا كده كده فيه ممبر الرساله مش هتروح، فاضل الايتم، هروح على الايتم قال لي نو ايتم تو شو، هقول له نيو ايتم، اسم الايتم مثلا جيم، ديسكريبشن جيم تيست، برايس 10، الكانتري مثلا تشاينا، الحاله نيو، الشخص اللي حط الاعلان احمد، القسم PS3 game add item، ادي الايتم، اختفت الرساله اللي هي there is no item، وجالي المانج، واروح على الهوم، اختفت الرساله اللي اسمها there is no item، وجالي الايتم بتاعتي فاضلها approve وedit. واخر حاجه هو الكومنت، نفس الموضوع اللي عملناه هناك هنعمله هنا، نفس القصه بالظبط مفيش اي اختلاف خالص، ادي الكومنت اهو، الي فيتش اول، والروز هنا اسمها روز، المفروض اسميها كومنتس عشان يبقى زيها زي التانيين كلهم، بس عشان يبقى فيه نظام، ادي كومنتس، وهنا اللوب بتاع الكومنت فور ايتش كومنتس از، المفروض برضو هنا اكتب كومنت عشان تكون شغلك سليم، بدل رو دي مفيش حاجه، مفيش داعي ان كل شويه يكون اسمها رو، هي اسمها كومنت او كومنتس عشان تمشي معاك كده بالمنطق. غيرت انا الكومنت اهي في كل حتة في اللوب بتاعي for each comments as comment، وطبعت الكومنت. فاضل دلوقتي اشيك هل الكومنت ده فاضي ولا لا، هقول له if not empty comments، لو مش فاضي لو الكومنتس الاري دي مليانة اطبع لي كل البيانات اللي قدامك دي اهو لحد هنا
فاضل الالس، نفس الالس اللي انت خدتها في الممبر بالاد بكل حاجة اهي، نفس كل حاجة بس اغير بس طبعا اللهم الا اللينك. هنا قال لي container nice message there is no comments to show. طبعا هنا مش هقول له بقى add comment، احنا ما عندناش اصلا add comment، احنا بس عندنا الحاجة الموجودة عندنا بس هي ان انا اعدل على الكومنت، بس مفيش كومنت فخلاص مفيش كومنت هيكتب لك there is no comments to show. عايز اضيف كومنت حاليا، احنا بنضيفه من الداتابيس، ما عندناش احنا ان الشخص يضيف كومنت. هروح على الكومنت اضيف اي حاجة، كلمة مثلا thanks، الحالة صفر عشان نشوف التفعيل بنفسنا، اديت اي حاجة، الايتم الموجود عندنا اليوزر 1 و24 نخليه 24، الشخص التاني واقول له جو. هرجع لصفحة الكومنتس ودوس ريلود، جاب لي الكومنت عشان دلوقتي الكومنت مليان، من شوية ما كانش مليان. هروح على الهوم هلاقي برضو الكومنت موجود باسم الشخص وجنبه الكومنت بتاعه، لو دوست على اسم الشخص هيوديني على عضويته، ودي اللي انا ضفتها طبعا، ده قلت لكم تمرين ليكو، هي بسيطة جدا ما فيهاش اي مشكلة، طبعا تقدر تشوفها في صفحة المانج الخاص بالكومنتس، وتقدر تشوفها طبعا في الليتست كومنتس في صفحة الداشبورد. ادي الليتست كومنت عبارة عن بس اللينك، عملت له ahref يودي على صفحة الممبرز دوت بي اتش بي، والدو بيساوي edit عشان اعمل edit، واليوزر اي دي بيساوي الكومنت يوزر اي دي اللي هو حط لي اليوزر اي دي اللي بيجي من جوه الكومنت. كده يا جماعة عملنا تشيك على التيبل هل هو في ريكورد ولا لا قبل ما نطلع رسالة. المطلوب ان انت تدخل في كل الصفحات بما فيهم الكاتيجوري وتعمل نفس اللي انا عملته ده بالظبط، ده تمرين ليك، لازم تتمرن ما تعملش كل حاجة بالظبط زيي، لازم كل حاجة يكون ليك تدخل فيها بس من غير ما تبوظ. كل اللي انا عملته هتاخده نسخة، تخلي الكود نسخة من بعضه كأن نفس الصفحة، عشان خاطر لما تدخل على الصفحة تحس ان انت ما روحتش في حتة غريبة، نفس حتى لو تلاحظوا نفس التاج البي اتش بي اللي هي القفلة بتاعتها اللي هي دي، ولو تلاحظوا انا كانت هنا خليتها قدام، عايز احس ان كل ما ادخل على الصفحة الاقي دي شبه دي شبه دي شبه دي، علشان في المستقبل لما تيجي تعمل حاجة دايناميك هتلاقي الموضوع بقى سهل عليك كتير. شوفوا بقية الصفحات الكاتيجوري تعملوا فيها الموضوع ده. بكده خلصنا حاجة من الحاجات المهمة جدا، ولسه عندنا شوية ريتاتش تانية هنعملها ان شاء الله. يا رب الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الريتاتش اللي بعده، وشكرا.